وقبل القادرية هبو عيدة بديق الحال عليا عداوي حادية هبو عيدة بسيدي روف عليا عبد القادرية يا سيدي بوم الجن انا في مرضك الامن يا سيدي الهواري سلطان الغالي وش فيني عدك الله سلطان العالية يونس الأقرب إلى التسجيل هو يونس محمود يونس يتقدم يونس يسجل جول للعراق هدف للعراق عن طريق يونس محمود وهذا الجمهور العراقي الجميل والهدف الأول يعني هو سجل على سوريا من نفس المكان وعلى الطريقة البرازيلية يونس محمود يسجل هدف الأول للعراق على يمين الحارس عامر شفيق حلوة يا يونس احنا مستقبلين يعني منذ زمن طويل إلى هكذا لعب شوف حلوة يا أبو ذنون حلوة يا أبو ذنون كرة جميلة وهائلة والمتخصص يونس محمود وعلى طريقة بيغهام على طريقة زيدان على الطريقة البرازيلية يونس محمود يسجل الهدف الأول في أرضية الملعب بل هي أيضا في عقول وقلوب اللاعبين تسديدة قد تكون ثنائية بين الثنائي علاء بن وبين يونس محمود ولكن آخر من لمس الكرة هو من هو يونس محمود شكرت علاء ويونس محمود لك يا أغلى حبيبي بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغي بقلبك كنت ويايا انا ركع يا اغلى حبيبي نوار منى محمد صوته في نص الملعب تحولات هجوميه كره طوليه خطيره جدا الهدف الأول النجم الكبير
الكره